يعني مطلع قبل شوي انا امس كنت منزل بسناب شات وتكلمت ان انت راح تكون ان شاء الله ضيوف وكذا. البعض لما قال يعني وايد ناس او اقول ما اقول وايد اقول بعض منهم ما مستغربين ان جاسم ولدك لكن الاسم مختلف ان جاسم بن ثاني. ليش ما كان اسم مطابق على اسم ابوه؟ لان تدري اليوم انت بالوسط الفني الواحد بالعكس اذا انا ابوي هرم اتعلق فيه وبين حق الناس هذا ابوي عشان قد ما ابوي يصعد قد ما انا اصعد وياه. السؤال هذا انا ودي اوجهه لك جاسم، ليش اخترت الاسم الفني هذا؟ قدرت اختار اسم فني على اسم ابوك؟ والله انا ما رحت بعيد ترى، بن ثاني اسم العائله اسمكم. انا عندي خبر بس خلينا نوضح هذا لان انت شهر هالاسم. يعني احب عشان بس تكون لي شخصيه مستقله، بس حبيت ان تكون لي شخصيه مستقله. بالعكس انا ابوي افتخر فيه واكيد راح يكون لي اضافه لما يكون اسمه موجود معي. لكن لا يعني جاسم عبد الإمام عبد الله صارت أحسها كبيرة وايد يعني صار عود الاسم، فجاسم بن ثاني يعني أسهل. وحتى شاورته أنا في الموضوع كان موافقني الرأي بالعكس. يعني هو بيني وبينك أنا بديت مشواري الفني باسم عبد الإمام عبد الله، طبعاً إن عرفت فيه إن شهرت فيه، فيعني صعبة إني مثلاً أضيف. أنا اسمي عبد الإمام عبد الله عيسى بن ثاني، سمعت؟ فصعب تضيف له عيسى أو تضيف له بن ثاني أو ما تقدر الاسم خلاص. خلاص عرفت الحين باسم عبد الإمام عبد الله. لما جاسم بدأ الفن قال لي أنا ما راح أسميه جاسم عبد الإمام، أنا أسميه جاسم بن ثاني على أساس اسم العائلة. يعني أنت ما حطيت اسم العائلة في اسمك الفني؟ أنا أرجع أحطه. حاضر. أوكي ما في مانع، وفعلا الحمد لله الحين هو مشى في جاسم بن ثاني وخلاص.